السؤال الذي دائما يسألوني الناس هذا السؤال، يا دكتور أنت ما هو اختصاصك؟ أنا أجيب بشكل عفوي وشكل بسيط، أنا دكتور كلية. ثم يسألوني الناس يعني اختصاصك مجاري بولية أو مسالك بولية. أنا الدكتور أحمد أسامة الرفاعي، أخصائي بأمراض الكلية وأمراض غسيل الكلية وأمراض ارتفاع الضغط الشرياني من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. هناك اختلاف كامل وشاسع ما بين طبيب الكلية وبين طبيب المجاري البولية أو طبيب المسالك البولية. طبيب الكلية هو الطبيب الذي يعنى بالأمراض الداخلية للكلية، سواء كانت قصور كلوي مزمن أو قصور حاد، أو كانت لها علاقة بتغيرات الشوارد في الدم. أحياناً هناك حالات من الارتفاع الضغط الشرياني الشديد التي تحتاج لأخصائي أمراض كلية لمعالجتها ولتشخيصها. وهناك أيضاً الطبيب الكلية هو الطبيب المشرف لكل حالات غسيل الكلية، سواء التحال الدموي أو الديال أو التحال أو الديال البريتواني. بينما طبيب المسالك البولية هو الطبيب الذي يعنى بأي تغيرات تشريحية، يعني هناك لا سمح الله أورام، لا سمح الله حصى، انعواجات، تضيقات في المسالك البولية، هناك مشاكل سلس البول عند النساء، هناك مشاكل جنسية عند الرجال، هناك تضخم البروستات عند الرجال. كل هذه الأمراض هي اختصاص طبيب المسالك البولية أو المجاري البولية. الطبيب الكلية موجود على هذا الطرف، طبيب المسالك البولية موجود على هذا الطرف، وفي الوسط بينهما هو أنت أيها المريض، حالتك الصحية، صحة الكلى، صحة المجاري البولية هي مركز اهتمامنا. أرجو من الله أن تبقى الكلى عندكم والمجاري البولية عندكم وصحتكم بألف عافية. أنا الدكتور أحمد أسامة الرفاعي، أخصائي بأمراض الكلية وليس المجاري البولية، واختصاص في غسيل الكلية وليس المجاري البولية، واختصاص في ارتفاع الضغط الشرياني وليس المجاري البولية، من ولاية فلوريدا في الولايات المتحدة الأمريكية. والسلام عليكم.